أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول رب العزة جل في علاه: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. عشر كان عشر كي بقول يتضغطن يسقالني وحونا كميدي هاي عشر ردي نوسع ديكو سابسانا تفسيرك قرآنك كريمك كوية صدنا آيادات بوكا كومان يهي آياد سيديد يالباتنات بوكا بالآبان ياكنميدا من سورة ياسين آياد كنتن ياسيديد نواكو يهي من سورة النفس آياد كنتن ياسقالات مقاعهان مغرداني يكون رعسنت معنى هان مغرد اللبات بيكون رعسنت كل كان مغرد اللبات بينو كدر دونا وامتازوا اليوم أيها المجرمون كذا شدي على ماذا كتال لكن وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم بين لحريرتا هيا الدام مغرضة وينو كرهبني عشر كده بإن شاء الله وقدر ميدونتا عشر كان عشر كي كور يوتوس وحيرا يهي وحاينو مري مركي النبي الله عيسى عليه السلام ودري رسول الله بقى وندري نمر هران طاكيا الليلة وحي معجزات النبي الله عيسى اللغو تاقارينا أيوتين كل كان مركي دات كي وي مادين اللبضو دي اللي قرصدي ايا النبي الله عيسى من صدحات كدبا ديري ايقو صدح الرسول ايا الهاليه وعد ايوانا وجاذيا مركا ايقي دقال يحمى للقابلي حبيبن النجارن الليرا ارمي ايا مركا دحدحات نغضي او مدي سيقارة اولاهد لي خصوصين الدافعي اساقي ان لدلي بين مري وعين نري وحال لغو دلي عبية دردر ومدك عسن او هناغسن او بليسن او ابليس ودنها يباركا كتابتي ايو ايمد كلكو قيلين والا دردري سيدي اللو قدتو منايي ايا بر ايا فضلك حبيبني نجار نفتا انت ايا نكبحين ايا اللي يري جنة دي واتاس لغو قتل قلايا قل ساقو كادل ايا جنة قده هيدانا وكيا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وحا اسكاني وايي جدالكو ديبا يرانتيس ارى يوعد يوانا ار دقائق وكو هادلي ايوكو هادلي جنة ابدا لقليي وحا قيمي قاهلي كرا وفك شهادة كورلنتا لتكون كلمة الله هي العليا ارنتا سوكري انتي سوبرهن ولا عليه الصلاة والسلام أيها العذي نبيك إيا أصحابتي أو دقال كجيرة أيها نين هبايسان هبايسان نجيبت هبنا وتاقاسمان وتببران توتي إيا قانسي إيا الليب إيا وران إيا قاسان وحي وقت قال لقو دقال لم يجيري نما يودن يهين أو هبايسان هبايسان أيها الرسول كو دقال كجيرة ويميب وحو يري يا رسول الله من قال أنا هين الإسلامان دون أيا إذن حول باد كجيرتان وقاتلوا مسلم حرتم إسلام كان قلا ما صدقال كان إذن لك قلايو ما كان عدوك إذن لجب يكذب بار إسلام كان قلي دونا
suuqanuhu calayhi salaatu wasalaam ra-uuf raxiim buu ahaa. hadduu gaalnimo ku dagaal galo muxuu uga duwan yahay kuwan lala dagaalamayo? kaimima la dagaalkii. kolkaasaa rasuulku yidhi aslim suma qaatil, marka koowaad islaamnimadaad geli, ka gadaalaa dagaalan, markaasaa dagaalkaagu qiimi yeelanaya, adna aada muslim mujaahida noqonaysa. fa aslama fa qaatala fa qutila, waxaan 15 daqiiqo dhannay dagaalyahan buu ahaa, meeshay ka dhacaysay buu isku tuuray, kolkuu 4 iyo 5 dilayna isna lugunta laga riday. markii la isriixo goobtii la baneeyey, ninkii oo la garanayo dadka ninku waa ka duwnaa oo maydaa la arkay, yaa rasuulallah, haddeer ninkii kuu imanayay eed islaamka u qabanaysay, ninkii waa kan waa dilan yahay. rasuulkii baa soo ordo soo kor joogsaday, waa dhowray, wuxuu gartay ninkii inuu yahay. wuxuu rasuulka yidhi calayhi salaatu wasalaam, camila qaliilan wa ujira katiir, warbal ninkan intii eebo u shaqaynayo, nin tukaday maaha, nin soomay maaha, nin saka bixiyey maaha, nin xajiyey maaha. wuxuu dagaalamayay daqaa'iq waxaan saacad lagu sheegi karin, haddana wuxuu ku dhacay janno aan lasal gaari karin, oo shuhaadadii wuxuu ku darmay la yidhi waa dhinteen hadhihina hana malaynina. fi suurati albaqara walaa taquuluu liman yuqtalu fii sabiili illah amwaatun, afkaa ka dhihina dad u dhintay alla dartii waa dhinteen. wa fii suurati aali cimraan walaa taxsabanna aladiina qutiluu fii sabiili illah amwaatan bal axyaa cinda rabbihim yursaquun, nimankaa waa badasheeno, adduunkay ka badasheen, aakhiray u badasheen. ninkan kolka xabiib ibni najaar qoladii buu ku darmay camila qaliilan wa ujira kahiiran, wax yar buu shaqaynayay, waa muddaduu reeraha canaananayay, rusushana uu daafacayay, markiiba jannuu ku dhacay. markii janno uu ku dhacay buu wuxuu isla qaadan laya hawshuu qabtay yaraanteeda, oday waayeelo cimrigiisii dhammaadu ahaa iyo abaalgudku helay weynigiisa, markaasuu janno ka dhaxad layaa, wuxuu leeyahay yaa layta qowmi hah iyo hah ee kuwii xumaayeen ka dhashay, yaclamuuna bal may ogaadaanoo yaa u sheega bimaa kafara li, waxaan dhaafidii eebba ku helay ee waxaan gaf galay 80 kii saneenkacaa ku faayay inta la igu dhaafay yaraanteeda, oo aan dhaafid keliya la igu dayn. wajacalanii min almukramiin, haddana lay karaameeyo janno aanan mudnayn, ilaa fadligiisa igu geeyey, allow yaa kuwii iigu sheega. xaggii buu ka soo hadlayay? waxaa soo haray marka haddaynu ninka arrintiisii gabagabaynay, qoladii ninkan ku tumatay see la yeelay. qaala tacaala, rabbi wuxuu yidhi wamaa anzalnaa ma aanan dejin calaa qowmihi xabiib ibni najaar, tolkuu ka dhashay korkooda, min bacdihi hadday isagii dileen ka gadaal, min jundin ciidamo min asamaai, cirka uga ma aanan soo dejin, oo hadday filayeen ciidamo in samada looga keeno. intaa waa ka liita ciqaab ka degdeg badan bayna muteen kuwan ciidamo in loo abaabulo ma mudna, maxaa jira tahwiil amarkoodii la weynayay noqonaysa, niman loo guntaday oo loo qalab urursaday oo loo kansay ceefada yeeshay oo hadhow waba la tixgeliyey. midda kale say ugu tumteen ninkii daaciga ilaallaahi ahaa in loogu tuntaa larabaa iyaga. kolkaasaa eebba yidhi ciidamo samada kama aanu keenin, wamaa kunna, ma aanan ahaanin munziriin inaan ciidamo usoo dejiya kuwa kanna ma aanan yeelin. yaa rabbana maa facalta macahum, maxaad ku samaysay? in kaanad maa kaanad, halaagoodii ma noqon ilaa sayxatan dhawaaq waxijatan mida, laba goor lama yeerinin. mar un baa lagu dhawaaqay malaku jibriil ayaa wuxuu quuyay taa lahaa intuu isuu geeyey, unbaa mar keliya taqaaq ku yidhi. intaasay xamili waayeen dadkii daaciga dilay, ciidamo iyo dabayl iyo dugaad iyo malaa'ig looma soo dirin. jibriil baa ku dhawaaqay intii keliyatay xamili waayeen, badnihii baa go'ay oo caloosha ku dhexdhacay. kolkaasay bakhtiyeen in kaanad maa kaanad, halaagoodii ma noqon ilaa sayxatan qaylo maahaane wax kale, waaxidatan mida oon laba goor lagu celin. faidaa haddii la qayliyey hum reer antaakiya khaamiduuna bakhbakhtiya, qofka ma nool afgembi bay u yaallaano naxdin ba u dhintay argaga daba geeriyoodu naftiina waa waayeen waana qaracmeen oo naxdin ayay u dhinteen iyagoo wada bakhtiyey. oo afgembi u yaal oo shimbir la suneeyey ayax la suneeyey aada mooda arag isku kor dhacay. kolkaasaa eebba yidhi yaa xasra, qoomama hadday jirto ha kaalaydo calal cibaadi addooma korkood,
لقوم موضوع نياته أدوما أميما من رسول أحد لا ديري إلا هدي رسول غير لا ديري ويمي كانوا وحين غدين أدومه به رسولك يستهزئون كواكو جزيزا سلان سد أحد الرسول وكله النبي عيسى وصادر الله جزيزي أما النبي محمد عليه الصلاة والسلام قريش هو جزيزي أي رسولك إبا صادر لحقير أي من عادي ألمود أي لقو عيار أي كل كتنا إيمان يسد برقوين تا دق دقا يا قيلا إيمان كل كاسا إبايري ألم يرو هو ينوغ إن كوان رير قريشة النبي محمد كو عيار أي كم انت أمد أن أهلكنا الرقني قبلهم هرطولة من القرون أمد يالا فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا كل قولات الداد اللقو قفري يكوي شمبر اللقو ديري يكوي اللقو قيلي يكوي اللبدلي يكوي ذلك للقوي يكوي الضبيل ملحي سقود الفتان انت سأدمي هذا كل علي اما هو ينغيم انهم كوي لهلاقي اليهم كوكا قريش هاد النور لا يرجعون إنا ينسوا اللابني ما هو ينغي وقرضي إباق عنا ذاكو قبطي بابين أيو لبدا بعد بلغو يقال حكام بدبادة وقال لي شوي دي وكما لكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا انت الدنيا بلار لا يدعي وحقه من نوح ما هيسان خير عاد وحمك هيسان خير ثمود وحك ما هيسان خير مدين وحمك هيسان ولا شيء وكما لكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا كل قفنا كما بدبادوا دبنا أمس والله ما وصدق الله في قوله وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون خير بباد يوحاقي سوق الدومي مايان قفنا كما بدبادوا وإن كل ضمان هدنا هلاك أدوك اللو هلاقي جففكي قاله أبال قدك الحماية يموتان حلاك أدونك كما إيكا هوشي وادي منتهي وإن كل دمانتوت لما جميع إذي لأهانتوت لدينا أنك إيبا أي محضرون حلونا قيامة سيولا ناية سيكا استبه اللوها لأبو وحي دبايل دي شيء يوحي دوفان يداد يداعون دبر قوي كل وحي للقوي خفك باقا ماية سيولا ناية أنك إيبا أكتايدا أي إيمان دونان مركان حسابتي ويني أي لكل مايا تنوى عذاب ير وصدق الله في قوله ولن نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر كاس ويني قبضنا القيامة انت لقارن أي عذاب كان دونك لدرسينا كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون كل كي وينانا والمن يهي متك كان أفضل له وما أنزلنا ما أن ننتجن على قومه حبيب بن نجار خيرك وكلا شيء كوركوضا من بعده يريدي سيكا قدال من جند عظامه من السماء كرغ ما أن ننسودجن وما كنا ملا أننا هنبا إبير منزلين إن العظام أودجن كواكا انتا ممضنا قيمي قانا مالا لو وقفنا كفلا جبريل ما مركلية تكون لواقاي انتي بابرك هري إن كانت ما كانت هلا قودي من نقل إلا صيحة قيل ما هاني وحكالي واحدة الميدة فإذا هدي اللقو قيلي هم خيران ذاكية خامدون كوا بختي يا حسرة شلائت إسادو لم تعي هذا أوانك بختكاكي هدى اللجولة فاحضري كالي بل وحنا لك لو عدي لواني سدح رسول الله ديري دائك لشيء كل واقي مار اللواي لقول واقي ولا بختكا يا حسرة قومامو على العباد أدوما كركوضا لو قومامو ما ياتيهم أدوما أمائما من الرسول مثل الله ديري إلا هدو أيمن كانوا وحي نغذين به الرسول كالله ديري يستهزئون هو كجاز جازا ألم يرو موي نغين كم انت أن أهلكنا الرقني قبلهم أرطول من القرون وما ديالا أنهم كوى للرقني إليهم كوى حضير نور أي أن لا يرجعون وصول لا بني وإن كل لما أنتم لما جميع إذا الكل لدينا أنك إباك تنذا أيام محضرون لكينا يوم
waxaa iska daba iman doonta adilo yaab leh. Adilada waxaa loola dan leeyahay qancis lagu qancinayo wixii munkirulbacsi ah ee yidhi in mar labaad laysi soo nooleeyo oo qiyaamo iyo kulan iyo xisaabtamid iyo is-abaalmarin iyo janni iyo naar inay jiraan ma jiri karto. dadkii diiday waxaad arki doontaa adilo waaweyn oo kowni ah oo adduunka taal oo lagu garanayo. qaala tacaala, rabbi wuxuu yidhi waayatun, waxaa tusaal u ah lahum gaaladan diidan qiyaamada, alardu dhulkiiba uu tusaalo, almaytatu abaarowday, axyaynaaha an arladii abaarowday noolaynay, wa akhrajnaa bixinay minaa xaggeeda xaban masago, faminuu masagadii baxday markii eebba dhulka rood ku daasiyey layaakuluuna cunayaan. dhulku markuu abaaroodo geed qoyan iyo caleen iyo miro laga waayo, giddigii intuu qallalo caddaado madoobaada qaab daraado aad malaysid qiiq inuu ka wada kacay. markii samada roob looga keeno oo intuu dhulka ahaa daaq iyo naq iyo caleen iyo ubax iyo fiid ay qariso, maxay ku kala duwan yihiin kolka? dhulkan baktiyuu ahay, wax noolna ma jirin. haddaana waxaasaa ka baxay kolkaa dadkii in la laayay la soo nooleeyo iyo tan, maxay ku kala duwan yihiin? akbar daliil wa aayatun, waxa uu tusaal lahum kuwa qiyaamada diidan u tusaala, alardu dhulka, almaytatu dhimaatay, axyaynaaha anu noolaynay, wa akhrajnaa bixinay minaa xaggeeda xaban masago, fa minhu xabadii eebba dhulka ka baxshay bay yaakuluuna cunayaan. wa jacalnaa, waxaan yeelnay fiiha ardada gudaheeda jannaatin beerayaal kala duwan, min nakhiilin timir ka mida, wa acnaabin cinabyaal ka mida, wa fajarna waxaan dhamballay fiiha arlada gudaheeda min alcuyuun keliyaala boodaya, liyaakulu inay cunaan min samarihi, waxa eebba soo baxshay mirihiisii inay cunaan, wamaa camilatu iyadoo yaan samaynin aydiihim gacmayaalkooda. oo adigu haddaad abuur iyo xabada dhul ku duugtay geedkan maadaa soo dhaliyey? wasadaqa allahu fii qowlihi afara'aytum maa taxrusuun antum tasracuunahu am naxnu zaaricuun, adinka xabadaad god ku duugteen camalkaaga markii loo fiirsada waa fasaad. maxaa jira xabad gacantaada ku jirta yaad god intaad qoday ku maraastay loobana ku duugtaad cagta nab ku siisay? waxaad samaysay kolka looma garan kara salax, laakiin ilaaha subxaanahu casa wajalla biqudratihi alqaadira xabadii dilaaciyey, geedna ka soo bixiyey, geedkiina barbaariyey, miro ka sii bixiyey geedka. wamaa camilathu iyadoo yaan samaynin aydiihim gacmayaalkooda, ee afalaa yashkuruun, ilaaha sidaa u yeelay ee dhulka miro uga soo bixiyey ma wayaan ku mahadinay? subxaana alladii eebba ceeb la'aan badanaa khalaqa uumay alaswaajan noocyaal kullahaa idaylka. haddaa la fahmay waxa weeye uunka idaylka basharka keliyata maaha, waxaan eebba ahayn ee uuna dadigiyo labood buu qaybsamaa, xataa geedaha iyo xayawaanka maalaayo caqilka labadaa iska soo horjeeda wey. kaarabadaasi laba nooc bay ka koobantaa, saalib iyo muujab. kolka labadaasaaba dunida ay ka dhisantay. kolka alaswaaja waa noocan dadig iyo nooca lab oo dadka iyo dunyada iyo nabaadka iyo koon idaylkii ayay arrintu camimaysa. kolka ilaah baa fardi ah oo keligii ah oo nooc labaad lahayn. ama uunka intiisii kale waa zawjay. wasadaqa allahu fii qowlihi wa min kulli shay-in khalaqnaa zawjay lacallakum tadakaruun. wax la arka kulligiis labalabu isaga soo horjeedaa, mana aha dadka keliyata sida habeen iyo maalin, kulayn iyo qabow, kharaar iyo macaan, qurmoon iyo udgoon, weynaan iyo yaraan, wahaakada. wixii oo dhan baaba wada sidaa labalaban isaga soo horjeeda. kolka wa subxaana alladii eebba ceeb la'aan badana khalaqa uumay alaswaaja noocyaal kullahaa noocyaal idaylkood. waxaa lagu bayaaniyey mimaa kii ka mida tunbitu lardu carada ay dhaliso, oo xataa geedahan timirta markii la abuurayo dadigiyo labood bay leeyihiin ardhow baa la yidhaa, laan baa laga goynayaa geedka laboodka timirta dadka dhaqdaa yaqaan, kii baa lagu dhufanaya kolkaas waaba hoonag. mimaa tunbitu lardu carada waxa ay dhaliso, iyo wa min anfusihim iyaga dadkoo rag iyo dumara, iyo wa mimaa kii laa yaclamuun sida kaharabadiiyo wax lamida oo aan la aqoonin, isna labadii nooc buu ka koobmaa.
kolka ilaaha waxaa sameeyey alla lagu dafiri karo bacfi iyo nushuur oo la oran karo uunkii dhammaaday ma soo naqay kartid maa qudradiisii adduunkay taalla kolkaa wixii eebba garanaya haddii laku filan hortiisay dhooban yihi kuwaanana ka mida aayatun waxaa tusaala lahum dadka aakhira diidan alardu dhulka almaytatu abaarowday axyaynaha aan noolaynay wa akhrajnaa bixinay minhaa ardada xaba lmasago faminhu xabaddii aanu ka bixinay dhulka ayaakuluun cunayaan wajacalnaa waxaan yeelay fiihaa ardada gudaheeda jannaatin beerayaalo min nakhiilin timira wa canaabin cinabyaalaa wa fajarna waxaan dhamballay fiihaa ardada gudaheeda min alcuyuuni keliyaal ayaakulu inay cunaan min samarihi kaasoo baxay mirihiisa wamaa camilatu isagooyan mirihii samayn aydiihim gacmayaalkooda ee afalaa yashkuruun ma wayan eebba ku mahdine nicmadaha u nagaato hana loo badiyo jannana ha la geliyo subxaana alladii eebba ceebla'aan badana khalaqa uumay alaswaaji nooc alaswaaja noocyaal uumay kullaha noocyaalidaylkood mimaa kii ka mida tunbitu lardu carada ay dhaliso wa min anfusihim iyaga nafafyaalkooda wa mimaa kii ayan laa yaclamuuna ogey. daliil labaad oo aan kii ka dhicinna waa kan, hadduusan ka darrayn habeenkii iyo maalinkii iyo dayixii iyo qoraxdii saacadihii iyo bishii iyo maalmihii iyo sanadii iyo awqaadii lagu kala garanayay sida habeenkii iyo maalinka weeba isugu beddelo oo hadduu kan keenana uu kan qaado kolkuu kaas keenana uu kan qaado, iyadana waa daliil labaad kolka ilaaha awoodaa leh ee qudradaa leh ee habeenkii iyo maalinka isku beddelaya ilaahuw bacdi ma samayn kartid wax wax garanaya oran maya. wa aayatun waxaa u tusaala lahum kuwa qiyaamo diidan alleylu habeenka naslaku habeen baanu siibnaa minhu min alleyli waxaan ka siibnaa annahaara maalin oo inta maalintii la siibay ayaa habeenkii dunida gab lagu siiyey fayda goorta maalin la siibay ee habeen la keenay hum uunka mudlimuuna kuwa mugdiyooday ee habeenkalay waashamsu qoraxdana fajri waa iska socotaa iyadoon hakanayn soo horumarayn dib u dhacayn banjarayn jiranayn kabkab iyo saafayn midna u baahnayn waashamsu qoraxda fajri waa iska dareeri limustaqarin ilaa laga gaara sugnaan laba waqti wey sugnaanteeda mid waa mid yowmiya socodkeeda markuu dhammaado oo falag ay ku socoto uu u dhammaado ayay tasjudu taxta alcarshi carshiga hoostiisa ayay ku sujuuddaa wa tasta'din rabbigeed bay fasax warsanaysaa inay soo baxdo waa la fasaxaya markaasay soconaysaa oy soo dhalanaysa kolka habeen la arkaba taxta alcarshi bay markay socodkeeda dhammaysato ku sujuuddaa ka waa mustaqar meel ay ku sugnaato indhaafin mustaqar labaad baa jira kaasi waa cumru dunya adduunyada cimrigeedii markuu dhammaadana faidaa bariqa albasaru wakhasafa alqamaru wajumica ashamsu waalqamar labadii isdaba socotee laysu keeno yaquulu linsaanu yowmaidin ayna almafar maalinkaasaa dadka wuxuu odhan doonaa yaa meel loo carara garanay jawaabtu waxa weeye kallaa meel loo carara mala masiibadan masiibo caama wey dunidao dhan bay qabsatay meel walbay taallaa fasaacatu adha wa amar masiibo adduunka timaada saacadda qiyaamaha ugu weyn uguna kharaar kolka cid ka badbaadaysa male adaamatu lkubraa baa la yidhaah daboolkii weynaa ee dunida ku habsanayay kolka markaana waa mustaqarkii u dambeeyey wa shamsu qoraxda tajri waa socota limustaqarin sugnaan inta laga gaaro lahaa iyada u sugnaaday kolka culamaa ulheya ayaa meeshan ku baabaaday waxay yidhaahdeen ashamsu waaqifatun ceen badan ilaahna tajri buu leeyahay iyagiina waaqifatun bay leeyihin waalardu taduuru xawlaha dawratan hayla kolkaa arladaa wareegta kolkaasay miisaalla xunxun iyo waxaan waxba ka jirin bixiyaan wa shamsu tajri baa alla yidhi socodkeediina maba qarsoona inay socoto fa waxa madlic iyo maqrib xataa idaa balaqa madlaca shamsi xataa idaa balaqa maqriba shamsi meelay ka soo baxdo iyo meelay u dhacdo ayay leeda waaba loo jeedaana intay subaxdii soo baxdo say u socoto oy kolba inuu gaarayso ay halkaas ka dhacda bishaa lagu arkay adiladiina waa lagu hayaa kolka waa beeniska cad qoraxdaa meel ka lulata sida kan oo kale dhulkaa wareegaya
دلك ووريق دون مرك وريق عدمه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لا يومئذ تحدث أخبارها ليش شاقي مها مالنكاس قفل بين وريق يسوى أغانا إذا رجت الأرض رجا وبصت الجبال بصا فكانت هباء منبثا مركي لك أما هذا وحن الواب شاكتك وجعلنا في الأرض خواصية بورا اللقود بسين لغاقين ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وأن لونك بيسين لغاقين ما دقاقي كرتو ما نبلين كرتو ما نبلافي كرتو ناشهدا وصدق الله في قوله إن الله يمسك سماواتي والأرض أن تزول اسم النوح كرا ولئن زالت هذي لغاقان إن أمسكهما من أحد من بعدي ياكلوا عيلين كرايا قولك مركي دقاقي دون تمر ليسو شيئا ما أما هذا وانو دقنتهي ساسان أن لو أفعل شيئتين وان أن لو ندبي لكويا اللواس والشمس قرعة تجري صعوتا لمستقر إلى اللقاء قارو وقت قاس أي سمنان أيسو مستقر قاسو الله أسمنا دي وأما الدنيا عمرية دي أما مركي دورة دي هذا لما يستطاع ذلك إلى أساس وحوم مولاي أما أرنك حبينك يا مالك إلا كلاسيبي إيا قرح لا صعوتا تقدير العزيز إلهي أدوما ذا يؤنك كاتك جانقو يدي سيوي العليم أحوال بنا يقيني وخلق كل شيء فقدره تقديرا كل كاسي دقيقة إيا وحوال بلو جانقو يدي ووضع الميزان ميزان با وحوال بلا ساري كل كاوحيسي شيء كرام مجيرو والقمر ضيحين قدرناه إسنا واقياسنا منازل دقموي سيدة دي الله باتن هبين أيا بشكو قيد الله قبل الله إلا أي سيدة دي الله باتن قارتو سيدة دي الله باتن كهبين با هبين بحروهانا ومشهد عوك وارش عوضا ممجهولو وحوقاو محد مودا إنو صدحت الله باك قاضي وهكذا سيدة هبين باو ميلو دقايو أيو سقالي الله باتن كي يصدونك لماذا هبين مغنادا حتى يبشو بوحسنتو حتى ينبوحسن منا انتو هبين مغنادو أي هبين كالصدناد الأركا والقمر ضيع قدرناه إسنا واقياسني منازل دقموين ضيع حدقو أي أنو قياسني حتى عاد إلى النقض ضيع قرتي بشو لماتو إساقو قدن وعديني يفتين أن لهين قدودا إدمو دلاغ لانتميرو أنققتي حتى عاد إلى النقض في آخر شهر كالعرجون اللان القديم قبودي ومضب هي موقال هي جرمي وهو بدل ما هي جرمي وهو كان هي إدلة جرايا وكالي مذب كيسي فايينا وقدودنا هي كل كاسا المدلان في ميرا وانققتي سيدا اللو كالها قايو لشمس قرعة ينبغي وهو لما لها قرعة أن تدريك إني هاليشو القمر ضيحة وإيش بدل هي محاجر النور القمر افتينك ضيحة مستفاد من نور الشمس قرعة يفتينك يدو كقاتا كل كبلباد وذي ما كل ما حدا كل ما أمرك أي بيش دمات كتاي وحلم وقلا يوح وهم وقنا يا أنتو سن بيش كوبك من وسجل يا لباتن كابين كتاي سجال يا لباتن كي صدق وحاب بيجي وسن لم وقنا قرعة هل كتب بيش دلنا نيزو كل كي يلا هذا كذي فكذا يفتين الله إذا قرعة يا ضيحة للشمس قرعة ينبغي وأولماها لها قرعة أن تدريك إني هاليشو ويكردكتو القمر ضيح ولا الليل هبينكونا ماها سابقو النهار مالين متكدارين كرا ومالين تو وقت قادير لما يسن هبين ما كردكي كرا كان قوية دقيقة أي يكسو عنايان وكل مثل أركو قرعة هي ضيحي هي هبينكي هي مالينكي تلكي كمجري أرك كل انتا في فلك دوار قديه أي يصبحون كتب لنا ومثل أركب دواري فلك أي كسر كل إله قدر ذلك إساو حمى مولي البعث والنشر مسامين كرتد وحقرت مغرنك فأدل عقلية كونية ومكودا هرتال أنك لقرصوني وآية وحاوت صال لهم هو قيام لديدا الليل هذينك نصلخ وعن نسيبنا منهم من الليل النهار مالينتا فإذا هدانو كسيبنو هم يغا مظلمون
كوا مقدي يومي وشمس قرحلة تجري واسعوتا بمستقر سجنان انت اللقاء قار الله هي ذا سجنانو الدنيا دو باي كلماتو اما سعود كيدا انتو كامل نغضو اي ربو سجودو اذا اي ورساتو ذلك الله وحا اسكن راكبي اما تركيبك عجيبك له اي تقدير العزيز اله انك كادك جانقو يديسيا اللي العلي اقونت بضنا والقمر ضيع قدرناه اسنا واقياسنا منازل تكموين اودقو اي انكو قياسنا هذين لاركبا ميل بودقايا حتى عاد الى ضيحه كالنغضو في اخر الايام كالعرجون اللان القديم قبودي الشمس قرعلا ينبغي وما هبون الله قرعلا ان تدريك اني قرعلا هاليشم القمر ضيحه ولا الليل هذين كان سابق النهار مال انت كما بدينكرو وكل مثل اركو هذينك يا مالينك يا ضيح يا قرعلا في فلك دوار لوغو تلقلي قديه يصبحون كدبارنك لبين مري من سداحات نواسنا دليل سداحات وأن يبلغ أوران كريم بعث إيا قيامية وحما سمين كرتب كنواك نساقنا قال تعالى فبوحي رواية وحا أتصال لهم ذلك قيامة ديدا أن أنك إبا حملنا إنا نحنبارني ذريتهم كلمة ذرية لو جهد هو أصل كريم كسو جهدني أبو البشر الثاني أهان النبي الله إنه أي مركب لقوبة بادي مرنا إنك أن للي هي ذرية من حملنا إنك مركب نولد لي تدك أن الضيورات قادنا مركب كالقديس فرع ذي ومركب تاسي وافال شاكت نعمة الله عز وجل أي أن لقوبة لاروجين أي إن تدلب بإيه أن كبرنا إنك كلك أبيالك وحي كل عي يا أبيالك يا ينذن كل عون كلك إيادانا وقدرة من قدرة الله عز وجل تدل على البعث والحشر والنشور قال تعالى فبوحي رواية وحاو تصال لهم ذاتك أن النقابة حملنا إلى نقادمي ذريتهم أبيالك وذيهر أنه في الفلك مركب قديه كقادمي المشحون أون لقبوحيي ومركب مركب كإنتي فوشين لفو لصاري ونك إنتي سيكا لداد بلغوها فيه كل كتاسنا علامة يوتاي كل كإلهي إنتاسنا بابيئي إنتان بادبادييي بعثي ما سمين كرتيب لما أوران كرو وخلقنا وحانو أبورني لهم إياقا وإنقا من مثله كاس ضدكي هورا لغو بادبادييي وحلا ميدا ما ميدا يركبون فولا وكي نبي الله نوح هو سمايي إيساق يأنتي رميسي لغو بادبادي مثل النوع أما كواتر بادنبا كاس باس جيري عادية وداد كفولوها حدا كوا غواسينا وبدا قده هيدا قرايا وهب إيا مشاقية دقال وضا انتاسو النوع بي مراكين تو قيب زنتا قولك انتاسان نو أفورني قولك هدان انتا أفورني أفالبان نكولان ناي إنه نغو مهديان ايا لقد بون حدانا مراكيمتي اوحى بدل لغا اديغان ايو حدي اي بدونا صبابين كريماي وإن شاء حدانو دونو نغريقهم مراكيمتي وافنين دادك يبيان راعينين وفلا سريخة وحبت باذية لهم اياغا اسقنان مايو ولا هم مراكيمتك وفولاهان مايان ينقذون كوالا كوريو إلا رحمة نحريس ان اقامنا اياغا أنو نحريسان اينو أيانا نبابين اينو إلا لكن أيها رحمة النحريس منا حقا نغانو غان نحريسان اي أيان مراكيمتا يوحي كجرى باسجاريا أنا نبابين اين أنو بدبادين اينا يو متاعا دقالين إلى حين مدل انت اللي قارو والعمر قوضا كدامايستان أي كقارا ومع ذلك هدانا وإذا قيل هدي اللويرا لهم ذاتك اتقو كعب صلا ما وحد بين أيديكم هرتينية وإذنكو الدنيا دي جوغي دائما وابدا مشاقدي يا بارتي أولادي يا دعونك يا دوفانك يا إلعايا تنكعب صد وما خلفكم تايدن كدن فيسي قيام جرتنا
كعبسد ما بين أيديكم وحيد كور يا آخر جرى كعبسد وما خلفكم كلاش نوحي جرى نوحي دتك هرود النجوه لا جوكل كعبسد هدي لو جرى لعلكم مركا مدنانتينا ترحمون إن ليدين عريضو هدي لو جرى لا يسمعون ولا يجيبون مقر ما يه ولا ما وحي دبعت هرود لعي كل إبرقات هش هدي بحالي هالغي ما شغب بدنت تدي يدوي وحي تجانا أي كوكولا يستان اللي يقوله والله عرّا مركا بلوحي مشاقه هورتين دعي أما واحا قدال دعي دونا أما واحا آخر جيرا أما واحا هورتين كم مغدى الدنيا كعبسد هدي اللو جيرا مغلي مايان يالين مايان وما تأتيهم أمائما من آيات علامه من آيات ربهم رب قد آياتك كميدة أمائما إلا هدي آياتي أتمن قرآن هالنقوط معجزة هالنقوط وحي هالنقوط كانوا وحين هذا عنها آيات بكتمد معرضين كوك جيتسنا يوم دم إي آبك لهاي قيمين تحقرين وآبيين كلك إيبها وين واحدك يوحي كيمي آيات يا خيار تدير النبي يالا انتم وحلماها وآية وحاو تسالة لهم إياك أن أنك إيبا حملنا إنا نقادنا ذريتهم أسل كوذي هورة أيام في الفلك مركب قديه كو قادمي المشحوم وهم ايبالغا بوحشي وخلقنا وحنو أبورني لهم إياغا من مثله مركب كي هرددك الله قادي نوعيسا ما قاديدي يركبون فولا وإن شاء حدا ندوننا نغرقهم وحفل الله وفلا صريخة وحكورية لهم أمسقنا دين ولا هم إياغنا ما أينا هادين ينقذونك والله سمات بحيو إلا رحمة حريص بانان سيدا اويل منا انك حقا انك انوغن حريصان اي يوم تاعن راحو الى حين مدل انت لغا قارا لو راحين انت عميقو ديكا دمائنسان ايو واذا قيل حدي لو جيرا لهم دادك اتقو اسكا الالية ما عقابك بين ايديكم هرتي نيال وما خلفكم وحق داشي نيال وادونك يا اخيرو هرتين وحيد لعي كداشين وحيد لعيدونا حدر بوحا لعي كاين اذن كدعين الكفر والمعاصي لبدا ساو سببا اسك الى ليا هدي لو يرا لعلكم مدنانتنا ان ترحمون فاذين عريست هدي لو يرا ما يسمعون مغري ما يان وندا ولا يجيبون وركا في عنا وقلن ما وما تاتيهم امائما من ايات ايات امائما من ايات ربهم ايجا ربي قد ايات يالكي كميدا الا حتى يؤتمن كانوا وحي نغدن عنها ايات عقيدة معرضين كوكا جيت سدو وإذا قيل لهم أنفقوا من قرد المشركين تكمل يوحى كل مي أبو بكر رضي الله عنه مركز أبو بكر كيري فرما القبين باتهاي ووحباد هايساتا لذ كان هو حيسا كالي وعاد هايساتا وحكسي وحى كل مي أبو بكر رضي الله عنه وارضاه فجعل الجنة مثوى يا أبو جهل باكل مي مركزو يري حوالها ستا أبي جهل لذلك المساكين اللي تما واحترت مركزو يري أو إله هذا الحيدة مساكين تو واحتران أول كل كاسو يري واجوك هاي إنه إسو كان اختبار هاي ومركو أدقنا وحكو لي بي كان فلما ذو بي برسين أدقى النوار كايا وحدين إسونا حريسانو وكان وحايسة وكان وحايسان سيو أحبو إنا سينا يا حدين يسون عريسان وإننا وإن بابئنا يا ما لا يرحم لا يرحم مركز رسولك عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء مركز والسوك أن تجربينا يا إلى مساكين تيس وحواسينا يا من المولى والكاس يري لبون مثوقة إلى مساكين وحمسي يا إنا ترادا ومركا أنك المساكين تي وحسينه إيه إساقا إنه وحسيه أنك أورك أنك ديسا آيات سيوها الله يسامق وإذا قيل حدي اللوجرة لهم مشركين أنفقوا بحية مما حنتي وحكا بحية رزقكم الله وحانوا إيبا إذن سيئي وحكا بحية وضطكو سن إيبا وحسين وحكا سي قف كان حوق الله سيئن داد حوق لذاي كرب قبو قف كان حوالا أسأل الله سداد حوالا يسي عقلي هدي الله كسيه ككويري أي وحكاسي علمي هدي الله كسيه كان لسيني وحكاسي قولك وحن هديك ربك وفضلي لي
rabbiga kugu fadlilayna u mahadnaq alxamdulilaahida kaan la siinina ku dhaqaale idaa qiila haddii loo yidha lahum mushrikiinta anfiquu bixiyo mimaa kii wax ka bixiya rasaqakumullah eebba idin siiyey qaala aladiina wixii waxay yidhaahdeen kafaruu gaaloobay liladiina waxay u yidhaahdeen aamanuu xaqa rumeeyey annudcimu ma waxaanu cunto siinaynaa man dad low yashaau llaahu haddii eebba doono atcamahu uu cunto siin lah kolkaasay weliba ku leeyihiin qoladii u soo jeedisay waanada in antum ma antum ma hidin abuubakarow adiga raggaaga ilaa fii dalaalin baadi gudeed mubiinin iskacad oo xagna waxaad leedihiin ilaah baa masaakiinta wax walba haysta oo wax siinaaya haddana annagii baad na leedihiin soo siiya kolkaa waa khaldantihiin ama fikraddaa ka noqda waxbaanu bixinaynaa ama axadkaad lahaydaan waxbuu bixinaya waxa bixiya warka naga daay kolkii la yidhaahdaa qiyaamada iyo waxa dhacaya loo sheegana saanay u hadli jireen wayaquuluuna waxay odhan jireen mataa goorma ayaa haada alwacdu yabuuhan aad leedihiin qiyaamaa dhacaysa goormuu noqon doonaa in kuntum haddaatiin muxamed iyo ragga raacsanow saadiqiina kuwa ku run sheegaaya markaa siday qiyaamadii u dhacayso tilmaanta la tilmaamay quruxdeedale xadiidka rasuulkana sidoo kale u tilmaamay wuxuu sheegayaa nin hallisay caanihii ka dhammeeyey laakiin aan cabbaynin kaa mid baa ka daranoo intubaasha caanihii ka dhammeeyey dhiilkii qabsaday afka u kala qaaday afkiina iska kala qaadnaanaya dhiilkiin aanan gaarsiinay kaa mid baa ka daran oo intuu luqmo soo qaaday xeero ka qaaday afka la laacay gacantiiyo luqmadiinay meel ku qallaleen afkiina meel ku qallalay xeeradiiyo wixii ku haray meesha ku qallale dar mid malaasaayo xoolo u yeeraaya laba wax kala gadanaysa oo marays lahaysa oo midkii marada lahaana uu darafayo kii rabayna uu darafayo marada dhirir iyo dhumuc iyo qiimigeeda laysla fiirinaayo howlahaasoo lahaayay qiyaamadu dhacaysa sidaa markaa qof la arkaba halkuu taagan yahay ka dhaqaaqi maayo idan qiyaamada aad leeyihiin goormay noqon doontaa goor aan la idiin sheegaynin bay noqon doontaa qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi maa yanduruuna koran maaye ilaa sayxatan qaylo waaxidatan mida taakhuduhum qabata wahum iyaga yakhisimuuna qirow yakhasimuunana qirow iyagoo danahoodii haysoo mashquul ku ah ayay qiyaamadu qabanaysaa markay qabata maxaa dhici doona inaan dardaaran iyo guri u laabad iyo aan laga gaarin wixii hadda la sheegi jiray gunaanad iyo yaasiin iyo xirsixir iyo dardaaran iyo falaa yastatiicuuna kari maayaan tawsiyatan dardaarmid walaa ilaa ahlihim marka qiyaamadu dhacdo reerahoodii yarjicuuna ku laaban maayaan wanufiqa waxaa la afuufa fi suuri bunkii qiyaamo ayaa la afuufa faidaa goorta la afuufa hum dadka min alajdaafi xabaalihii ayay ilaa rabbihim rabbigood xaggii yansiluuna uga soo degdegayaan iyagoo xabaalihii ka soo baxay oo meesha looga yeeray u degdegayow ordaaya qaaluu waxay yidhaahdaan qoladii qiyaamada diidanay maalinkaana waagii ku baryey yaa weylana hoogannaga man ruuxeba bacasana na soo kiciyey min marqadina jiifkaanu ku jirnay yaa naga soo kiciyey sidaa markay leeyihiin ayaa waxaa u jawaaba mu'miniinta waxay ku yidhaahdaan haadaa soo kicintaan laydin soo kiciyey maa qiyaamow wacada alraxmaanu ilaaha naxariistay uu yabohay in qiyaamada ay dhacayso wasadaqa almursalu akhyaartii lasoo diray ee rusul ahay ee noo sheegi jirtay bacsigana runtood bay ahay in kaanad maa kaanad ma ahan qiyaamadii ilaa sayxa qaylo ma ahane wax kale waaxidatan mida faidaa goorta la qayliyey hum dadka jamiicun dhammaantood ladayna annaga eebba agtanada ayaa muxdaru lagu soo rigaynaya kolkaasaa eebbaleeyahay subxaana falyowma maanta laa tudlamu nafsun naf la gardaraysan maayo dembayan galabsan la dul saari maayo walaa wanaag ay leedahay laga dafiri maayo falyowma maanta laa tudlamu nafsun naf la dulmi maayo shayan haba yaraato walaa tujzawna haddaad uunkii tihiinna laydin abaalmarin maayo ilaa maa unbaa laydinku abaalmarin kuntum aad ahaan jirteen fi dunyaa adduunyada gudaheeda tacmaluuna kuwa sameeyow waidaa qiila haddii loo yidha lahum mushrikiinta anfiquu bixiya mimaa dhaaf rasaqakumullah
إبا إذن سيئي. قال الذين وحي وحي إرادا كفروا حق ديدي للذين تدوحوا إرادا آمنوا إبا الرمائي أن نطعموا من لا أن نطعموا مع انتسينينا من دد لو يشاء الله هدي إبا دونه أطعمه وانتسينيو إن أنتم ما أنتم ماهدين إلا في ضلال بادي قده مبين نسكات ويقولون وحي أرانيا متى قرموا هذا الوعد يبوهان هانايا إن كنتم أداتي صادقين كورن شيغايا ما ينظرون كورن مايا إلا صيحة قيلو واحدة مدى تأخذهم قبطة وهم إياغا ويخسمون مر ما يدودايا ودنيه أدون مشغول كوا كل كي مغلانا فلا يستطيعون أودي مايا توصية دردار مد ولا إلى أهلهم خيره ذي حق ذي يرجعون هم اللابتان ونفقه وحى اللافوفة في صور بونكي قيامه فإذا هدي اللافوفة هم إيجا من الأجداد حبالها أي إلى ربهم رب قد حق ينصلون وقد دقا قالوا حيرا ذا يوي لنا هو قنقا من أحد كيبا بعثنا النكعي من مرقدنا هدي اللاغين آياتي الأولى من مرقدنا إيا هذا ما وعد الرحمن لحظة هذا آموس قبنا أي الله آموس على ما كوكرت الله أفل ميلود وقرآنك كميدة أيتني كميتاي ومركي تلاوة لما رأيو من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن كلا بر ران على قلوبهم وقيل مر راقن وكالي أفر ميلود مثل أركب مركي لما رأيو قيما وأه سورة الكافي هوجا قيما أفرت أميرود باوحا كوكورتال سكلة لطيفة باوكو كورتال كل كان من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن انبعثنا كأنك عيي من مرقدنا كيف كان نقاك عيي كل كان ساء لو شيقا هذا كاك عيدا لسوك عماكي وعد الرحمن إله النحر استوه يبوهاي وصدق وحاكر شيقاي المرسل أخيارتي لسوديري إن كانت ما كانت ما هات إلا صيحة قيلة واحدة مدة فإذا هدي الله قيلوا هم ذاتك جميع دمانتوت لدينا أنك إبا أكتنظر أي محضرون دمانتوت لقصوا الديارين أي سلو الحساب تمو كل كاسا إبا وقيسيسك كان هي محكمة كور رأي وقيسيسك وعو وفلا أركو مانت حق در يوحي أدونك كدعي جري يدلمها كيابين وحدا قلبسا كوئما مايا لغو قبن ما يابها يويل كاقيا والالكا يهو يدا يناك تهذا قففك يكالين حكامة قالين كلها هذيك سبب يا مباشرة بحيات سميسة قفة ايهالك انكو يالو وقايسيسوي فاليوم ما انت مال انت اللي شاقا يوا مال انت قيامة اون إذيلك اللاكتين لغو دياريي كلها ساقايسيس كان لغا بالله بايا فاليوم ما انت لا تظلم نفس نفل الظلم مايو شيئا وحبا هبا يرى هذا الظلم نفل الظلم سارا ايام مالي كفيا لهاي اما واناك الى داي لقد فرا يلو دي دايو مجرتو ولا تجزون ليذن ابال مرين مايو الا ما انبال ليذن كو ابال مرين كنتم في الدنيا الدنيا دا قده داتكو هانجرتين تعملون كواسم ايو ان اصحاب الجنة اليوم كل كماركي جزية محكمة دي لتاقيا اي تتكلم بقيبودو قايب تحن حن عشر كدنبو وامتاز اليوم يكب الله بندونتا اما قايب تفيعا ذاتك يدونك انت اي جوغان شاقايستاي ايمان صحيحة اي عمل صالحة كود ذلك اكوة كان ذاتك قال تعالى خبيوحو يري ان اصحاب الجنة جنة ذاتك هذا اليوم ما انت في شغل هول بيكو جيران حوشا ما حين نقون كرتا يا ترى وحين نقون كرتا نعمة جنة قده هذا تالي برفوق ايانو وتمشلين اي من لارك وحبا ايان قبل اي عروس ايان قولك قبلها عصب ان لوغوه الرينين جرى بريد دولة قبله والله فرا براي حتى انا انتبادي بيالان لارك اللهم قلبان ميشي قولك وحاسا في تقا ايانو أركا قادة ايان قولك شغلك اللووش ايان ايو احو إن أصحاب الجنة جنة ذات كذا اليوم ما أنت في شغل حولي برواقي كسوغيين كلك شغلك إن برواقي وحدك قرن فاكيو
كو راحيسن او وخي ادويدا اما اخيره لوغا دقمي جيراي او دان اي اركا قادايان حدوبادا ديسا درها بلغ لوو خرغودها هوانها فاكهون كو راحيسان ايو هم يغا رغا يو ازواجهم هوانكودا في ظلال خوس جوقتا اي كو سغني الى جنات قر احمد ويس كيفتين جوقتا كل كاسيدا ماركو واغونا بريو قرعنا عندي بكادين لاركن افتين كينا واد هايساتا لباتا قرعيا كلين يا اومنا مقبتي كل كافي ظلال هوس قديه بيكو سوغنيهين على الارائك كرسي جيفيا كوركود بي متاكيونا كدن جيغان ويسكا تير تير سنجيهينو داد لدنانتي كبالتي مركاسا الهي سبحانه تعرف في وجوههم نظرة النعيم لفرقلا ملأ الدلاشا ملأ بشنقللا ملأ دان دوبمان ملأ كلك انتي دادنيه كلي داي بروغتاي باكور كودا لغا سبكان كرا متكئون كوة تير تير سنو لهم وحيلايهين فيها جنة قدهدا فاكهة بيكولايهين ووحي لغو راحي سودان ايينايهين كلك وحي يقانه امراء كلك يهلان ايها دانا وحاجر وح النفط أجعلان إيسو ولهم وحيليهين ما يدعون وحي طلبلا كل جنة طلبك عليك وحيلان طلبك نسهلان أنتيزا وسبحانك اللهم مركات سبحانك اللهم تراهيد واحد ربطات ديار ورطات ديار وحي مركات كحاجة قوذاتين انت ربطك عنتيدنا أن الحمد لله رب العالمين ماشي وحي اللهم كل كاتر الحمد لله رب العالمين أرابت إيداك لهيتي شقاله ياريه وحن قاضي صورك يمعاد يسيني وحسد اللقويه سوالضف ولهم وحيليه ما يدعون وحيد البدا سلام بيليه النبضاد وحي هرودها الله ماهي وحس وحن مخلوق بأوميهي خالقي بابا صوتوقنا أو سلامة حدنا ورقد إيه تليفون إيه ملايك لو ديرايا ماها سلام بإليه النبضاد قولا بالقول أرهلغو سلامه مركا الله سلامنا من رب رب حقيبا لغا سلاميا رب قاسو رحيم عريسنا فقد روى البغوي إمام بغو مفسر وين وحو وريان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسولك يري بينما أهل الجنة ورأيتك جنة في نعيم كسغيه iyagoo nicmadii jannada ku jirteen tilmaanay barfuuqay qaadaa dhigaya id yastucu lahum nuurun nuur baa dushooda wac ka yira fa rafacuu ru'uusahum nuurkii bay saa u daymoodaan fa idan irrabbu caza wajalla qad ashrafa calayhim min fawqihim ilaah baa kortaagan subxaana kolku eebba iskortaago assalaamu calaykum ya ahla aljanna fadalika qawluhu tacaala سلام قولا من رب الرحيم وحي إليه سلام نبداد قولا بالقول أري لغو نبداديو من رب رب حقي لغا نبداديو رب قاسو الرحيم إن عريزو إن أصحاب الجنة جنة دات كذا اليوم ما أنت في شغل أرواق قدهت بيكون سغنيه فاكيو كو الراحي سنة يو هم إيجا يو أزواجهم هوان كودا في ذلال خوص قده بيكون سغنيه على الأرائك كرسي جيفيا كركوت باي متكئون كتير تير سنيهين لهم وحيليين يا جنة قدهدا فاكهة راحوا ولهم وحيليين ما يدعون وحيو يرتان بإليهين سلام بريد لبريدي ولا نبدادي إليهين قولا بالقول هدلنا له سلامه من رب رب حقين لك سلامه رب قاسو رحيم حريص بدانه ما شاكو قال لا دايستي والله أعلم.